المقاومة المشتركة توجه ضربة استباقية للميليشيات الحوثية في مديرية بيت الفقيه. أسرى حوثيون في كل 16 يعلنون ندمهم وينصحون زملائهم بترك القتال مع ميليشيات الضلال الحوثية. مصرع 40 عنصرا حاولوا استعادة جثة قيادي حوثي في مران، والقوات الحكومية تستهدف مواقع الميليشيا في الملاجئ. الثالثة والنصف توقيت العاصمة صنعاء. من عناوين النشر إلى تفاصيل، أهلا بكم. يمضي رجال المقاومة المشتركة في تأمين المناطق المحيطة بمدينة الحديدة استعدادا لتطهير المدينة وتأمين الميناء من ميليشيات الحوثي الإرهابية بأقل الخسائر البشرية، ووفق خطة عسكرية مدروسة بعد إصرار الميليشيات على عدم الجنوح للسلم واستمرارها في ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات في حق اليمنيين خدمة لمشاريع وأجندات خارجية. وجهت المقاومة المشتركة خلال الساعة الماضية ضربة استباقية للميليشيات الحوثية في مديرية بيت الفقيه تزامنا مع بدء انطلاق عمليات عسكرية واسعة لتحرير مدينة الحديدة. مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية أكد أن وحدات من حراس الجمهورية باغتت جيوب الميليشيات الحوثية في جنوب غرب بيت الفقيه لحظة استعداداتها تنفيذ محاولة تسلل صوب منطقة الجاح لقطع خط الإمداد وتخفيف الضغط عن عناصرهم في الجبهات المتقدمة بمدينة الحديدة، مواضحا أن تحركات الميليشيات الحوثية كانت مرصودة من انطلاقها من الحسينية صوب مزارع الجاح، وقبل انتشارها باغتها أبطال حراس الجمهورية بضربة موجعة مؤكدا مصرع وجرح العشرات وفرار البقية. استعدادات مكثفة للقيام بعمليات عسكرية نوعية واسعة النطاق لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي من عدة محاور. والعميد علي الطنيجي قائد قوات التحالف أفاد في الساحل الغربي أفاد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات أن ذلك يأتي بعد تعزيز تواجد قوات المقاومة المشتركة في منطقة كيلو 16 وقطع أهم خطوط إمداد الحوثيين الرابط بين صنعاء والحديدة ومحاصرتهم داخل المدينة في ظل انهيارات الميليشيات المتلاحقة أمام تقدم القوات، حيث تتساقط مواقعها بشكل متواصل وسط هروب مسلحيها من جبهات القتال تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم. لتفاصيل حول هذا الموضوع انضموا إلينا عبر الهاتف مراسلنا شرف حمود. مرحبا بك أخ شرف. أخ شرف هل تسمعني؟ أخ شرف تسمعني؟ إذن يبدو لدينا إشكالية في الاتصال، سنعود به الاتصال. إلى ذلك تقوم القوات المشتركة بعملها وفق خطة عسكرية محكمة تديرها القيادة على الأرض في الساحل الغربي تمثلت في توزيع الأدوار بعناية كاملة بين ألوية العمالقة والألوية التهامية وحراس الجمهورية بما يضمن تطبيق الخطط في الميدان. يحمل أبطال القوات المشتركة على عواتقهم هم وطن ومهام متوزعة بما يخدم التقدم وحفظ الانتصار على امتداد الساحل الغربي من بوابة الحديدة الجنوبية وحتى المخا وذوباب في باب المندب، مهمة ليست بالسهلة ولا باليسيرة لا سيما في ظل تواجد ميليشيات الحوثي على رؤوس الجبال ومراكز المدن في مديريات الساحل الغربي. تواجد الحوثي في مراكز المديريات يوفر للميليشيات غطاء يحميهم من تعرضهم للهلاك، وذلك باستخدام المدنيين كدروع بشرية، كما تتخذ الميليشيات هذه المناطق منطلقا للتسللات هدفها قطع الإمداد على الجبهات شمالا وجنوبا، وتحاول الميليشيات أيضا استعادة مناطق مطلة على الساحل الغربي للبحر الأحمر لقطع ممر التجارة العالمي واستهداف السفن التجارية إرباكا منها وخلطا لأوراق القضية اليمنية أمام المجتمع الدولي. يقع على عاتق أبطال المقاومة المشتركة مهام موزعة وفق خطة عسكرية محكمة، تحمل أبطال العمالقة أن يكونوا رأس الحربة في التقدمات الميدانية حاليا باتجاه مدينة الحديدة، وتحمل ألوية حراس الجمهورية الثلاثة مسؤولية تأمين ما تم تطهيره من ميليشيات الحوثي الإرهابية
والحفاظ على الانتصارات وصد زحف الميليشيات التي تحاول بين الفينة والأخرى استعادة المناطق التي خسرتها. لم يثبت إلى الآن أن استعاد الحوثي منطقة طرد منها، وإن دل هذا على شيء فإنما يثبت بأن ديناميكية الخطة العسكرية وتوزيع المهام بين ألوية القوات المشتركة متناسب مع قوة المعركة وأهميتها الاستراتيجية التي ستمتد لتطهر كافة بقاع اليمن من دنس ميليشيات ذات مشاريع دخيلة على المجتمع اليمني عامة. إذن ولتفاصيل أكثر يعود إلينا عبر الهاتف الزميل شرف حمود. مرحبا بك أخ شرف. أخ شرف هل تسمعني؟ آخر المستجدات لديك؟ نعم، حررت قوات المقاومة المشتركة مواضع استراتيجية جديدة في مدينة الحديدة. نعم. كيلو 6 كيلو 7 وكيلو 10 وكيلو 16 وفي الكثيب أيضا. نعم. انطلقت أيضا عمليات عسكرية واسعة النطاق لتحرير كامل مدينة الحديدة. نعم. ومن عدة محاور في إطار تحرير كامل لتراب اليمن من دنس الميليشيات. نعم. وتسعى قوات المقاومة حاليا إلى تطويق المدينة من عدة اتجاهات بعد أن كانت تطويق من الجنوب والجنوب الشرقي. نعم. أيضا تم الدفع بالتعديلات من قبل المقاومة كبيرة وكثفت متواجد قواتها في كيلو 16. ايضا هناك اشتباكات عنيفه وانفجارات متواصله من استمرت منها متى امس حتى ساعات الصباح الاولى في منطقه الكثيب بالتحديد. نعم. وشهد ايضا فرار العشرات من عناصر الميليشيات من جبهات القتال واختفاء تعديلاتهم من باقي والمراوعه كانت جمعتهم تعديل بها عناصرها المنهارين والمنكسرين في الجبهه المتقدمه. نعم. الطيران كذلك ايضا دك مواقع وتجمعات لهذه العناصر في شارع الخمسين وصدوق دكة وجرحى من الميليشيات واستغاثة واستنجاد المواطنين من مستشفيات الحديدة للتبرع بالدم لجرحى الميليشيات. وربما في الساعات القادمة ستكون في سيئتها الكثير من المفاجآت، سنوافقكم بمستجداتها لاحقا في النشرات القادمة. نعم، أشكرك مراسلنا في الحديدة الزميل شرف الشمري، كنت معي عبر الهاتف. تحدث أسرى حوثيون وقعوا في قبضة أبطال المقاومة المشتركة في منطقة كيلو 16 عن المعاملة الطيبة التي لاقوها من رجال المقاومة، وأكدوا أنهم حينما لم يجدوا أمريكيا ولا إسرائيليا كما تدعي ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تدفع بهم إلى محارق البود، سلموا أنفسهم لإخوانهم اليمنيين ونصحوا بقية الشباب من المغرر بهم إلى عدم الانجرار وراء ادعاءات ميليشيات الكهنوت والعاد والعودة إلى جادة الصواب. أنا اسمي جار الله محمد عبد محمد شكري من دمار عتمة، وأسروني العمالقة بعد الاشتباكات، أسروني في كيلو 16، والله بيعاملونا أحسن معاملة وأحسن أكل وأحسن شرب وأحسن ملابس وأحسن كل شيء، كل شيء موجود. أنصح أخواني أن لا يلتحقوا معهم ولا يلتحقوا بالميليشيا الحوثية. علي دعباب محافظة عمران مديرية العاشرة، دخلنا معهم قالوا أمريكا وإسرائيل وسوف نغزي أمريكا وإسرائيل، فين ما لقينا أمريكا وإسرائيل ودينا ما لقينا لا أمريكا ولا إسرائيل، ودينا ولقينا أخواننا العمالقة قدامنا معاملتهم معنا جدا. معهم محمد أحمد حجاب ربوسن، تقمت في 2016 تقمني الشرعي، أنا مكيفين عاملونا بالاحترام ويدوا العاش والأول والشكارة والقات، اللهم لك الحمد كل شيء عندهم موجود ولا عذبونا ولا سلمت نفسي عادي طبيعي. رأيت إن ما عندي إلا خوثي المواطنين، لا أمريكي ولا سوداني ولا شيء، سلمت عادي بين خوثي. معكم الأخ علي صادق في حياة قاسم عسل، أسرونا استأثرونا في واحد العمالقة في كل 16، سلمنا نفوسنا لهم، تعاملونا مع معاملة أخلاقية وضيفونا وليم
جوبنا لها ما معاكم هيثم صالح علي صالح معها من محافظة حمراء مديرية جبل يزيد. أسرنا رؤية العمالقة في كيلو 16، تم أسرنا في كيلو 16 وما حصلنا من العمالقة إلا كل خير ومعاملة طيبة. استشهدت أسرة كاملة إثر انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية دريهمي بمحافظة الحديدة. مصدر محلي في مديرية دريهمي أكد أن أسرة كاملة لقت حتفها جراء انفجار لغم أرضي زرعته عناصر الميليشيات الإرهابية أثناء مرورهم بين منطقتي قضبة والجريبة شمال شرق مدينة دريهمي. وتعمد ميليشيا الحوثي قبل فرارها من المناطق إلى زراعة الألغام في طرق وممرات المواطنين انتقاما منها للخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء المعارك التي خاضتها مع أبطال قوات المقاومة الوطنية حراس الجمهورية والقوات التهامية وألوية العمالقة. وتتفنن ميليشيا الموت الحوثية بزراعة الألغام بالمدن والطرقات والمزارع بأشكال وأحجام مختلفة لتصيب أكبر قدر ممكن من المواطنين الأبرياء، وستظل تستنزف أرواحهم لعقود طويلة من الزمن. وتسعى ميليشيات الحوثي الإرهابية في سبيل تنفيذ مشروعها التدميري لليمن بوضع الألغام والمتفجرات على شكل ألعاب وصناديق بأحجام وأشكال مختلفة، بما يؤدي إلى جذب الأطفال إليها لتتفجر بهم وتقتلهم أو تحولهم إلى معاقين تحقيقا لأهدافها في الانتقام من الأرض والإنسان في اليمن. كنت أشتغل هنا، حصل باليوم 2003 ورد مصروف العلاب لأنه أبي ما يشوف، الآن بعد ما راحت الدهرت ما أقدر أورد أي حاجة. عبد الرحمن حزام فتى تحمل على عاتقه مسؤولية إعالة أسرته من خلال عمله في صيانة الدراجات النارية، لكن الميليشيات الحوثية تسببت في قطع يده بالمتفجرات التي زرعتها داخل صندوق ظنه أخوه الصغير أنه صالح للملمة ثيابه. ولد عمله 12 سنة يطالب بعد صندوق حق الرصاص، هذا فاضي، شاف صندوق فاضي يعمل بينه الملابس. أنا في داري إن صواعق زي البطة كلها تذكرتهم فيها، كلها تذكرت كده مين تهم بهذا. أيوة بديت كده بشكل كده طبعا تقامها في الجدار إلا وشلل كف رأسه، والمستشفى رجعوا قصوه على منها، وهذا تعور ظاهرة الشظايات فيه. هذا أخي كان جنبي ما دقت الصعق في الجراحة الثانية راس مين قال؟ عبد الرحمن لم يعتد على تناول الأشياء بذراعه الأيسر، لكنه الآن أصبح مضطرا على التكيف مع الوضع الجديد والاعتماد على اليد السليمة لرعاية إخوانه الخمسة، موصدا الباب في وجه ذكرى الجريمة الأليمة. باليمين كله، ألبس باليمين، أغسل، أكل بالشمال وخصيص. عبد الرحمن الذي كان آخذا بيد أبيه الضرير في توفير لقمة العيش لأفراد أسرته، تسببت الميليشيات في بتر يده اليمنى، ورغم الإعاقة الدائمة وشعوره بالألم يتحلى بالأمل ويؤكد أنه سيعود إلى مزاولة عمله فور تماثله للشفاء. إن شاء الله نرجع نشتغل. هذا دحين الآن خضراء ما توقعنا هزة، الآن إن شاء الله بعد كذا نشتغل. ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام قتلت الألغام الحوثية أكثر من 200 طفل وأصابت 383 طفلا آخرين بإعاقات مختلفة، وهي أرقام أقل من الواقع. ضحايا جرائم الميليشيا الحوثية التي تفننت في وسائل القتل بدم بارد ودون رحمة في ارتفاع مستمر، فمن القصف والقنص ومرورا بالقذائف والألغام، حتى الأطفال لم تتركهم فصنعت لهم متفجرات بشكل ألعاب اتخذت مقاييس وأحجام مختلفة. منظمة رصد أكدت أن 383 طفلا أصيبوا بإعاقات مختلفة جراء الألغام الحوثية، بالإضافة إلى أكثر من 200 طفل قتلتهم الألغام منذ بداية افتعالها الحرب على اليمن واليمنيين حتى إبريل الماضي، وهي أرقام أقل من الواقع.
الألغام المموهة التي ابتكرت الميليشيات الحوثية طرقا وأساليب جديدة في تحويلها واستخدامها مضادة للأفراد بقصد إحداث أكبر قدر من القتل والإعاقة والضرر للمدنيين الأبرياء خاصة الأطفال الذين لم يسلموا منها. وتنوعت أشكال الألغام وأحجامها حسب المكان والطبيعة مما يؤدي إلى صعوبة اكتشافها. ألغام يزرعها الحوثيون في كافة المناطق التي يخسرونها مهما كانت طبيعة المنطقة، حتى وإن كان يقطنها المدنيون. سياسة تهدف من خلالها ميليشيات الحوثي إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين في جريمة تعد الأبشع في القوانين الدولية والإنسانية. ولمناقشة هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف أسامة القصيبي، مدير المشروع السعودي لنزع الألغام. مرحبا بك أخ أسامة. يا أهلا ومرحبا. كيف تقرأ حال اليمن في ظل استمرار ميليشيات الحوثي في زراعة الألغام بكل المناطق التي يتم تطهيرها منها؟ ممكن تعيد لأن الصوت بعيد عندك طال عمرك. كيف تقرأ حال اليمن في ظل استمرار الميليشيات في زراعة الألغام في المناطق التي يتم تطهيرها؟ إعادة زرع الألغام وزراعة العبوات الناتفة مستمرة للحظة هذه في جميع المناطق اللي تم تحريرها أو رجع تم إعادة انتشار الجيش الوطني فيها قوات التحالف. للأسف أن الأشياء هذه هي نوع من الإرهاب اللي المتمكن والإرهاب اللي قاعد يمارسه جماعة الحوثي على المواطنين في اليمن والأشقاء الموجودين في اليمن. نعم. واللي قاعد يدفع ثمن الشيء هذا هم النساء والشيوخ والأطفال اللي عدد الضحايا فيه قاعد يستمر بأعداد كبيرة وبشكل يومي. نعم. طيب ألا توجد تقنيات أو أجهزة متطورة لكشفها يعني قبل أن تحصد البقية من الضحايا؟ مشروع مسام قاعد يستخدم اليوم أحدث ما توصف إليه الأجهزة. نعم. في مجال إزالة الألغام وإزالة الأبوات الناسبة. اللي قاعد يصير اليوم في اليمن للأسف أن المواطنين أو المواطن العادي لا يعرف كيف يتعامل مع شيء، وأماكن زرعها هي أماكن اللي المواطن هو اللي قاعد يدخل فيها وليس فرق نزع الألغام. نعم. يعني قاعد يزرعها في بيوتهم في مزارعهم في طرقاتهم، والمواطن العادي لا يمكن أن يفرق من عضوة ناتفة ومموهة بشكل صخرة أو من صخرة عادية، وهذا اللي قاعد يصير. نعم. وللأسف سوف يستمر هذا حتى يتم نزعها كلها من أراضي اليمن. طيب أستاذ أسامة، كيف يتم يمكن التعامل مع الألغام في ظل أيضا انعدام الخرائط التي أيضا لا أحد يعلم أين زرعت، والأماكن التي زرعت فيها هذه الميليشيا غير المزارع غير الطرقات أيضا؟ عدم تواجد الخرائط يصعب من العمل. نعم. ولكن لا يوقف العمل. نحن كفرق مسام نتواجد أينما تتواجد الألغام أو العبوات الناسبة في أي منطقة إن كانت على الأراضي اليمنية. نحن نعتمد على بلاغات تجينا، على أخبار من المواطنين تجينا أن يوجد ألغام هنا، ونتابع الموضوع هذا. نعم. الألغام اللي زرعت في المناطق زرعت بشكل عشوائي. نعم. وإن كان هناك خرائط، الخرائط هذه غير موجودة اليوم، ليست عندنا وليست عند الشرعية الموجودة اليوم في اليمن. نعم. ما هو دور المنظمات الدولية في التعامل مع هذا الكم الهائل من الألغام والمتفجرات والتي أودت بحياة الآلاف خصوصا الأطفال والنساء؟ لا يوجد إلى الآن حسب علمي دور للمنظمات الدولية في هذا المجال. مشروع مسام هو مشروع مميز تحت مظلة مركز الملك سلمان بدعم من حكومة المملكة العربية السعودية. منظمات في منظمات أممية كثيرة لا غير متواجدة اليوم على الأرض ولا نسمع عنها، يعني فأعتقد أن العالم الغربي والإعلام الغربي والمنظمات الغربية نعم متجاهلة تماما الوضع المأساوي الموجود اليوم في اليمن. طيب أنتم من خلال هذا المشروع هل بإمكان إيصال أو التنسيق مع بقية المنظمات الأخرى لإيصال هذه الجرائم إلى المجتمع الدولي وكشف هذه الميليشيا؟ نحن نحاول جهدنا عن طريق مكتبنا الإعلامي أن نوصل الرسالة هذا لأكبر قدر ممكن من الدول، إن كانت العالم العربي أو العالم الغربي. نعم. ولكن هل هناك سوف يكون تجاوب من هذه الدول؟ هذا شيء
إلى الآن ننتظر ونشوف. نعم، أشكرك الأستاذ أسامة القصيبي مدير المشروع السعودي لنزع الألغام مسام، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. لقي 40 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم في مواجهات مع القوات الحكومية في منطقة مران غربي محافظة صعدة. مصدر عسكري أفاد أن الميليشيات دفعت 40 من عناصرها لاسترجاع جثة القيادي في الميليشيا المدعو حسين جابر أحمد الذي لقي مصرعه في معارك سابقة مع أبطال اللواء ثالث عروبة في منطقة مران، مؤكدا مقتل كل عناصر الميليشيات المشاركين في العملية بعد أن أطبقت القوات الحكومية عليهم الحصار. أوضح المصدر أن المدعو حسين جابر الذي لقي مصرعه ومعه المسؤول المالي لعبد الملك الحوثي في معارك مع القوات الحكومية قرب قبر مؤسس الميليشيا الحوثية الصريع حسين الحوثي يعد من القيادات الميدانية التي يعتمد عليها زعيم الميليشيا في المهام الصعبة. استهدفت القوات الحكومية مواقع ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء. مصدر عسكري أكد أن القوات الحكومية دمرت بقصف مدفعي طقما للميليشيات في عقبة البياض الاستراتيجية، موضحا أن كل من كانوا على متنه لقوا مصرعهم. وأضاف المصدر أن القوات الحكومية تخوض معارك مع الميليشيا في عقبة البياض الاستراتيجية التي تعد آخر موقع لها في منطقة الملاجم. وفي محافظة الضالع جرح 4 مدنيون بينهم امرأة بقصف شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على منازل المواطنين في منطقة مريس. مصادر محلية وضحت أن ميليشيات الحوثي المتمركزة في جبل ناصة قصفت بشكل عشوائي منازل المواطنين في قرية جحلان غربي منطقة مريس، ما أدى إلى إصابة 4 بجروح 3 منهم من أسرة واحدة. وتواصل الميليشيات الحوثية المتمركزة في جبل ناصة قصفها العشوائي على منازل المواطنين في عدد من القرى في مريس وتفرض حصارا عليهم. عرقلت ميليشيات الحوثي الإرهابية مساعي المبعوث الأممي مارتن جريفيث للسلام، وغادر المبعوث الأممي للسلام إلى اليمن العاصمة صنعاء بعد لقاء قيادات حوثية بينها زعيم الميليشيات من دون تحقيق نتائج فيما تحدثت وسائل إعلام عن عرقلة ميليشيا الحوثي لرحلة مغادرة جريفيث لأكثر من ساعة ونصف الساعة ومنعته من لقاء الصحفيين. ووصل المبعوث الأممي الأحد إلى صنعاء، كما عقد أمس اجتماعا مع زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي وذلك لمناقشة سبل التمهيد لعقد جولة مفاوضات في جنيف تستهدف حل الأزمة في البلاد. النشرة مستمرة وتتابعون بعد الفاصل. ميليشيا الحوثي الإرهابية تحتجز عددا من السيارات التابعة لمنظمات إغاثية بمحافظة إب. قالوا خرجوا مرتفع اليوم وباكر لكينا كنا عمال نرشقنا كل القرية كامل البلد كامل رمكاين الأرض ولا خلوا واحد. ولا ما عنده يا عطلة افتتحت المكتبة الوطنية بمحافظة الضالع بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي بعد توقفها لعدة سنوات. ويأتي افتتاح المكتبة الوطنية بمحافظة الضالع بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها وتزويدها بالكتب والمراجع المهمة وبدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعد توقفها لعدة سنوات. محافظ الضالع علي مقبل صالح دشن الافتتاح وأكد أن المكتبة أصبحت اليوم بهذا الحجم والمستوى في عرض الكتب المختلفة والمكان التي وصلت إليها لتقدم كل شيء للقارئ، داعيا الطلاب والمعلمين والمثقفين إلى زيارتها والاطلاع على ما تحتويه أقسامها من كتب ومراجع قيمة، مشيرا إلى دور الهلال الأحمر الإماراتي في إعادة تفعيلها. عبد الباسط الرويني مؤسس ومدير المكتبة تحدث عن أهمية إعادة تفعيل المكتبة الوطنية بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات خدمة للطلاب والقراء الراغبين في التزود بالعلوم والمعارف الإنسانية المختلفة.
احتجزت ميليشيات الحوثي الإرهابية عددا من السيارات التابعة لمنظمات إغاثية بمحافظة إب. مصادر محلية أوضحت أن الحوثيين احتجزوا 4 سيارات محملة بمساعدات ومواد غذائية في نقاط تفتيش تابعة لهم في منطقة مشورة غرب مدينة إب، ومنعتهم من الوصول إلى المديريات المستهدفة غربية المحافظة، موضحة أن السيارات تابعة لمنظمات دولية ومحلية من بينها مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة واتحاد نساء اليمن، الأمر الذي دفع معظم المنظمات لوقف أنشطتها في المحافظة بما في ذلك اليونيسف، احتجاجا على ذلك فيما تجري وساطات محلية لاستئناف أنشطتها. وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من توقيف مواد غاثة بنقطة مشورة غرب مدينة إب كانت متجهة إلى مديرية مديخرة جنوب غرب المحافظة. وفي الملف الاقتصادي، خبراء اقتصاديون يحذرون من تهديد حقيقي للأمن الغذائي في اليمن جراء تدهور العملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات مخيفة، والسودان يعاني ارتفاعا في نسبة التضخم بسبب تدهور العملة الوطنية. جولة اقتصادية جديدة والبداية محليا، حيث حذر خبراء اقتصاديون من أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي في اليمن، وتزداد خطورة في المستقبل القريب نظرا لعدم وجود الحلول الآنية لإنقاذ العملة الوطنية من التدهور الحاد أمام العملة الأجنبية، بالإضافة للنقص الحاد في الموارد وإنتاج المحاصيل، خصوصا وأن اليمن يعتمد على الاستيراد بنسبة 90% من السلع والمواد الغذائية لتغذية الاستهلاك المحلي وتوفير احتياجات المواطنين المختلفة. الخبراء اعتبروا أجور النقل كارثة أخرى تضاف إلى زيادة أسعار الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي باتت سلعة رائجة في السوق السوداء، وخصوصا في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، ليصل سعر الدبة البترول ما بين 15 و 18 ألف ريال، وانعدام شبه كلي لمادة الديزل والاسطوانة الغاز لأكثر من 8000 ريال، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الواية الماء المتوسط لأكثر من 10000 ريال. قفز معدل التضخم في السودان إلى مستويات قياسية خلال شهر أغسطس ليصل إلى 66.82% بعد أن سجل 63.94% في شهر يوليو الماضي، وذلك في ظل التدهور المستمر لسعر العملة في البلاد. وعزى الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع معدل التضخم إلى الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، حيث قفز تضخم المجموعة بنسبة 70.9% وهي تسهم بنحو 60% في معدل التضخم العام. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أقال الأحد الماضي حكومة الوفاق الوطني وكلف رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل حكومة أصغر بهدف التعامل مع أزمة اقتصادية متنامية في البلاد. قال البنك المركزي الأردني أن الدخل السياحي للمملكة ارتفع أكثر من 15% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ليصل إلى 3.6 مليار دولار مقارنة مع نفس الفترة من 2017. وعزى البنك زيادة الدخل السياحي لارتفاع عدد السياح 10.5% إلى 3,400,000 سائح في الفترة من يناير إلى أغسطس، بالإضافة إلى التسهيلات التي تحرص الأردن على منحها للسياح مما يزيد من تدفق السياح إلى البلاد بشكل أكبر. وتعتمد الأردن بنسبة أكثر من 50% من دخلها القومي على السياحة بما فيها السياحة العلاجية. شهدت الليرة التركية هبوطا مجددا مقابل الدولار لتسجل 6.38 ليرة، ومحت الخسائر التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 625 نقطة. وكان البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة المدفوعة على الاحتياطات الإلزامية المقاومة بالليرة إلى 13% من 7% اعتبارا من 21 سبتمبر الجاري. وأخيرا، أعلنت الصين أنها ستضطر للرد بالمثل واتخاذ تدابير مضادة على الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات البضائع والسلع الصينية. وعبرت الخارجية الصينية عن أسفها لاتخاذ واشنطن هذه الإجراءات التي من شأنها تقويض حركة التجارة العالمية. وكان الرئيس الأمريكي أعلن عن فرض رسوم جديدة يبلغ حجمها 200 مليار دولار وبنسبة 10% اعتبارا من 24 سبتمبر، ورفع التعريفات بنسبة 25% ابتداء من مطلع العام المقبل.
ختام النشرة تذكير بعناوينها: المقاومة المشتركة توجه ضربة استباقية للميليشيات الحوثية في مديرية بيت الفقيه. أسرى حوثيون في كولو 16 يعلنون ندمهم وينصحون زملائهم بترك القتال مع ميليشيات الإرهاب الحوثية. مصرع 40 عنصرا حاولوا استعادة جثة قيادي حوثي في مران، والقوات الحكومية تستهدف مواقع الميليشيا في الملاجم. انتهت النشرة، إلى اللقاء.